ذكر عن الشيء ذي أعيدها دورها خلص فيها عن جملة من الوثائق اللي تحصلت عليهم نفسهم في المستشفى في مكيبة. في البداية إن شاء الله ربي يرحم الشهيدين كل شهداء الدولة الجنسية إن شاء الله ربي يتقبلهم. هذا في بداية. في خصوص معناها اللي احنا قلنا لو فما وثائق تحوز عليها هيئة الدفاع هي اللي قالت راهو عندي وثائق تحوز عليها بتصريح عرضني عليكم في الندوة الصحفية للأستاذ ناصر العويني وقت اللي قال احنا الملف هذا خبيناه وبقينا هكا نلوجوا باش نخبوه جمرة جديدة ما بين ايدينا نخبوا فيها. احنا في الأصل الملفات هذه وين تكون موجودة؟ يا إما عند قضاء ولا عند داخلية عند أجهزة الأمن يدار البحث. إذا كان ماهيش موجودة عند زوزة ضمة عند طرف ثالث اش تعمل؟ وقتاش تكون؟ وشكون اللي قال ومن بعد قدموها للقضاء؟ قبل ما تتقدم للقضاء وهما متحوزين عليها شنو زادوا فيها؟ شنو اللي نقصوا منها؟ إذا كان بالحق موجودة أما هما الظاهر اللي كونوا الملف وأنا شفنا ثمرة يحبوا يجنوها في كل مرة من السيت كوم نتاعهم. الاتهام اللي وجهتوه لهم رسميا بطبيعة الحال احنا هما متهميننا سنوات وهم يتهموا في حزب حركة النهضة انه يتحوز على جهاز سري وثبت اليوم انه الجهاز عندهم هما اللي مكنهم من تكوين هالفيلم هذايا لسنوات معناها حبلوا اجهزة كبيرة باش توصل لتعمل هالسيناريو السيء هذايا كامل. دونك هما اللي يتحوز عليه باعتبار كيف ما كنت نجاوب توا اللي عندهم الوثائق هذيا ومخبينها على التوانسة معناها هذا هو. سامحني انتم ديما تقولوا اللي هي فرقة إعلامية بعد توجيه الاتهام الأستاذ راشد الغنوشي و 36 شخص آخر هكاك ولا 14 في إدارة حركة النهضة العدد ما عنديش ما زلتوا تأكدوا أنها فرقة إعلامية بعد اللي هما اليوم ما قدموا حتى شيء. دونك فرقة إعلامية احنا وقت اللي قرينا كيفكم كل الإعلان على ندوة صحفية وحقائق ما فما حتى حقيقة جديدة ما فما حتى دليل جديد اليوم ما عرضوا علينا. دونك هي فرقة لتغطي على فشل الانقلاب. أنت في الندوة الصحفية قلتوا اللي التهم ماهيش تهم اللي تم ذكرها. نعم نصوص الإحالة نصوص الإحالة اللي قروها عليكم وأنا اليوم نعتذر للسادة الصحفيين باسم المحاماة لأن وقت اللي تغالط الإعلاميين تتغلط التوينس الكل معناها مش بالدرجة هذه معناها هذه نصوص واضحة وأعلنت عليها السيدة الناطقة الرسمية للمحكمة الابتدائية بأرينا نصوص الإحالة اللي أعلنوا